لمستشفى تعليمي في نينوى من قبل وزير التعليم العالي كان مناسبة لمطالبته مجلس النواب بمزيد من القوانين لإصلاح مستوى المعيشة للفرد العراقي وما تقدم له من خدمة علمية وصحية، محملا الناخبين مسؤولية متابعة التشريعات التي تصب في صالحهم. لابد إذن من أن نشرع من القوانين ونصدر من التعليمات والنظم ما يمكن أن نحقق الاكتفاء في هذه المجالات الثلاث. فالمجتمع الذي يعتمد على ناخبيه وممثليه في مجلس النواب يفترض به أن يتابع موضوع إنجاز هذه القوانين لكي تتحقق للعراق عملية مكافحة الفقر في مجالات المعيشة وفي مجالات الصحة وفي مجالات التعليم. 600 سرير هي سعة مشروع المستشفى الجامعي في نينوى الذي بدا فرصة أيضا لطلبة كلية الطب ليكون المنطلق لتطوير قابليتهم. كلفة المشروع هي 195 مليار دينار عراقي، ينفذ داخل الحرم الجامعي على مساحة تقدر ب 100,000 متر مربع. تساهم في رفع مستوى كلية طب نينوى لأن نحن بحاجة ماسة إلى هذه المستشفى. عندنا طلب يعني للحكومة يكون بأنه إذا هذا المشروع يكون بسرعة إنجاز مالته ما مثل غير المشاريع. الشروع ببناء المستشفى الجامعي في الموصل سيبدأ خلال أيام كما يؤكد القائمون عليه، لكن مراقبين أبدوا قلقهم من أن يلحق المشروع بركب المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي سبقته بوضع حجر الأساس لها منذ سنوات، إلا أن نسب الإنجاز فيها لا تكاد تذكر لغاية الآن.